مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ مبدئيا اهلا بيكم في البيج بتاعتي Petals by Summer، اللي هتتكلم مني عن Sculpture Painting. هوريكم فيها الشغل بتاعي في Sculpture Painting، وهو فن تشكيل الورد بالمعجون البارز. وطبعا انا عشان ساعات اعمل لوحات، او بالذات اللوحات الكبيرة، بتبقى محتاجة حاجات تانية مختلفة غير المعجون، فجبت حاجات جديدة وكنت حابة اوريها لكم. فيلا خلينا نشوف الحاجة مع بعض. اول حاجه هوريها لكم هي الفينجر واكس. ده ماركه كادنس، درجه بتاعته انتيك جولد. طبعا هو بيبقى جاي سيلد بالشكل ده، بيعمل ايفاكتس. الايفاكت بتاع ان تبقى الحاجه عليها زي ذهبي الانتيكينج. لو انا عندي مثلا قيمه او حاجه عايزه اعمل لها اديها شكل قديم شويه. ده اللي هو الهوم ديكور واكس، دي الدرجه بتاعته اللي هي الترانسبيرنت. بيستخدم في حاجتين، ممكن بيتحط كطبقة بين الألوان عشان لو الواحد عايز يقشر لون للون اللي تحتيه ما يطلعش، أو بيستخدم كفينيشنج إن احنا بنقفل، بنعمل زي سيلينج بيه للشغل بعد ما بنخلصه بدل الورنيش يعني. ودي درجة تانية برضو من الهوم ديكور واكس، دي الدرجة اللي هي البني. الدرجة البني دي حلوة في حاجتين، ان هي برضو بتستخدم ان احنا نعمل بيها سيلينج ونقفل، والاستخدام التاني دي ان يعني هي بتدي زي ان شكل الحاجة قديمة شوية او مزيتة شوية، في لو انا عندي خلفية عايزة اخليها تبان ان هي فينتج شوية. وده اللي هو دورة ميتاليك بينت، الدرجة بتاعته برضو انتيك جولد، او هنا انتي اسمه انتيك التن. هو برضو شبه ده شوية، بس هو الفكرة بتاعه ان هو ليكويد، هو برضو جاي سيلد. يعني ده بيبقى استخدامه مختلف شوية عن الواكس، كل حاجة بتبقى ليها استخدام مختلف. دي ارتسي ستونز، دي برضو من كادنس. الستونز دي برضو بتستخدم ان واحد ممكن يعمل ايفكت معين بيها في الخلفيات، في منها احجام مختلفة. ده الحجم اللي هو لارج، انا المفروض ان انا طالبة حجم تاني هيجيلي برضو قريب، هنشوف بعد كده اللي هنشتغل بيه ازاي. في بقى دول نوريهولكوا كده مع بعض، دي حاجة اسمها انتيك باودر، دي برضو من كادنس. ده الدرجة بتاعته اللي هو كريم، وده الدرجة بتاعته مافي بلو. الانتيك باودر ده بيدي ايفكت ان الدهان نفسه فيه بودرة شوية، اللي هو زي الانتيك. الحاجة لما تبقى بدأت تطرب بيبقى حلو، برضو لما بيبقى فيه قيمات او حاجات بارزة، لو في تابلو او برواز يعني، بيدي ايفكت حلو قوي. وبرضه الواحد ممكن يستخدمه كبينت عادي، بيدي زي اللي بيبقى البينت نفسه شكله بودرة شوية. نيجي بقى لمجموعة الألوان بقى، دي كلها من ستايل مات، دي كادنس يعني، بس دي كلها أكريليك بينتس، بس هما مات بينت اسمهم ستايل مات أكريليك بينت، كلهم من كادنس. أنا جبت كلهم مات لان انا ما بحبش الشغل عامة اللي بيبقى فيه لمعة، بحب اكتر الحاجات اللي بتبقى مطفية، بس طبعا كل واحد زي ما هو حابب. هعديكم على الالوان سريعا كده، دي اللي هي الدرجة البلاك 90-60، دول بقى كلهم عادي ليكويد بينتس عادية اهو، نشوفهم بقى بسرعة كده. طبعا انا جبت الاسود والابيض لان دي الوان اساسيه بنحتاجها في كل حاجه. دي الدرجه اللي هو الابيض اللي هو الوايت 9001، وده اللي هو البيبي بينك 9020، وده تافي. تافي ده زي الاوف وايت تقريبا 9004، وده الجراي 90-55، وده مافي بلو برضو، وده دارك براون. حلو قوي لو انت عايز تدي الألوان بتاعت الخشب.
وده امبر 90-12. ايه كمان جبته من كادنس؟ اخر 3 حاجات. خلينا نمسك ده الاول. ده البرايمر بتاعهم. البرايمر ده 500 ملي. البرايمر ده حلو قوي عشان الواحد بيعمل بيه زي بيز، يعني زي فاونديشن للسطح قبل ما نشتغل عليه، سبيشالي لو سطح زي ميتال او ازاز. لازم نحط عليه حاجة زي برايمر الاول عشان تخلي السطح جاهز ان هو يستقبل الوان. وهنشوفه برضو في الحاجات اللي انا هعملها بعد كده. دول اهم حاجتين بقى انا جبتهم، دول بقى هنجربهم برضو مع بعض وهوريها لكم الايفكتس بتاعتها عاملة ازاي بعد كده. ده ورنيش من كادنس، ده مات، والورنيش ده برضو هو اسمه ستايل مات فيلفت اي تاتش. هو ده الفكرة بتاعته ان هو الترا مات يعني، وبيدي ايفكت كده في خشانة شوية في الملمس بتاعه بعد بقى ما ينشف خالص. فهنشوف. انا كنت عايزة حاجة طبعا عشان لازم نحمي الشغل بتاعنا، فهشوف الايفكت بتاع ده وده على الوردة عامل ازاي وعلى الخلفية عاملة ازاي، وهشوف ايه الحلو فيهم اكتر وهقول لكم ريفيو عنهم بعد كده. في بقى بقية الحاجات اللي انا جبتها، هي مش من كادنس بس حاجات تانية برضو هجربها واشوفهم. دي ده اللي هو الديكوباج جلو من كونتري هاوس اللي عاملاه سارة هليل. دي العلبة 300 جرام، بتستخدم في الديكوباج في لزق الصور وان هي تتحط كمان من فوق الصور كطبقة فوقيها. ودي صنفرة، الصنفرة دي بتتجيب من اماكن الارت سبلايز او من عند الموان، هي بتتباع بالمتر وليها طبعا درجات خشونة مختلفة. فانا جبت منها الخشنة والناعمة. دي برضو دي شفتها في مكتبة عجبتني قوي. هي دي عبارة عن عبوات كده، كل عبوة فيهم العبوة ليها زي تيب رفيعة ممكن الواحد يقطعها زي ما هو عايز. تستخدم في حاجات كتير بقى زي ريليف، او لو لون يعني خلاص بقى فيه شوية صغيرة، او عايزة مثلا لون خلطته مع بعض وباقي فيه كتير ممكن يتحط هنا. يعني ليها استخدامات كتيرة ممكن تستخدم هتبقى مفيدة بعد كده. واخر حاجة بقى هي مجموعة الفرش. دي الحاجات دي كلها عبارة عن مجاميع جاية مع بعض، يعني دي مجموعة مثلا جاية مع بعضها كده، انا طلعتهم من الاكياس. بس دي مجموعة جاية مع بعضها بتنفع لفرد الدهان او البرايمر. طبعا دي برضو مجموعة تانية جاية مع بعضها، فيها فرشة او 3 فرش مبططين وفيها 3 فرش عاديين ينفعوا للرسم وبرضو ممكن للورنيش. وبرضو دول بقى دي فرش اللي هي بيسموها مدقات او دراي براشز، بينفعوا مع الستانسل او لو الواحد محتاج يدخل اللون في حاجات غائرة. دول الفرش بتنفع مع الحاجات دي قوي. وبرضو هنشوف بعد كده استخدام الحاجات دي في البراويز والحاجات اللي هتتعمل بعد كده. I hope ان انتوا يكون عجبكم الفيديو ده، و I hope ان انتوا تقولولي لو في حاجة تانية عايزين تشوفوها بعد كده تقولولي هي ايه. ما تنسوش تعملوا لايك للشانل بتاعتي، وهحط لكم تحت في الديسكريبشن بوكس اللينك برضو للبيج بتاعتي على انستغرام. باي باي.